ويقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: بشر هذه الامه بالسناء والرفعه والدين والنصر والتمكين في الارض. نصر وتمكين ورفعه والسناء المقام والمكانه، كل هذا تبشر بها الامه، الامه والله قادمه، قادمه بالرفعه، قادمه بالتمكين في الارض، قادمه بكل الخيرات والعطاءات، بشروا هذه الامه، هذه الامه لا يمكن ان تموت.